الظروف والأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية والدولية المحيطة بنا تفرض علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة جادة نسترجع من خلالها ما عملنا وما يجب أن نعمله من أجل أمن وسلامة وطننا. والحين نبدي من جديد، نبدي مع الدنيا الحلم البعيد، حلم في واقع الكويتيين وإياهم الجاية تشهد التجديد. شو اللي يتجدد؟ البيت؟ تبون أكثر من كذي يتوحد؟ تبون يصير أكثر صلابة وأكثر مرونة؟ يا حلم الأمان، أنت في ضمير الشعب وجدام عيونه، والعين ما تشوف إلا مجدك يا وطن. أمير المكارم صباح الخير.